فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج كما هو مبين وظاهر على الشاشة أمامكم الآن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخت أمل من العين سألت 3 أسئلة، أجبنا عن 2، وبقي سؤال واحد ضاق الوقت عن الإجابة عليه. تقول: بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، هل الإنسان إذا مثلا يعني أحد قاطعه في هذه الأذكار، كلمه أو شيء، يرجع يعيد من أول ولا يكمل؟ يا أختي أمل، زادك الله توفيقا وهدى وثبتك الله وجميع المسلمين. بالنسبة لمن كان يذكر الله جل وعلا ثم قاطعه أحد، ناداه مثلا والده، ولده، أمه، مثلا زوجته، أو زوجة نادت زوجها مثلا ثم التفت إليه وأجاب ولا شيء ثم عاد، لا، يكمل أختي، يكمل الأذكار، ما في حاجة أنه يعيدها من جديد، لأن هذه على الاستحباب، هذه على الاستحباب، فما في حاجة أنه يعيدها من جديد، لا، وإنما يكملها. إذا انتصف في الأذكار ثم حصل له شغل مثلا، أو أكل، أو قرأ، أو مثلا نادى أحد، أو اتصل، يكمل الأذكار، ما عليه شيء، بارك الله فيك. أم أحمد من السعودية تقول بأن ابنتها عليها 3 أيام من رمضان الفائت، تقول وهي حامل الآن في الشهر 7، وما تستطيع القضاء هذه الأيام، وذلك بسبب الحمل، ماذا عليه؟ يا أختي أم أحمد، ما عليها إلا العافية إن شاء الله، ما عليها إلا العافية. بالنسبة لها ما دام أنها معذورة فهي تقضي إن شاء الله بعدما يعني تضع الحمل، أو بعد رمضان الفائت، ما عليها إلا القضاء هذه الأيام 3، ذمتها مشغولة بهذه الأيام 3 فقط، وتقضيها بعد رمضان، وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع. نعم، من؟ تفضل أخوي الشيخ من ليبيا. أيوه تفضل يا أخي. تفضل يا شيخ. تفضل أخوي عبد الله من العين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، سؤالين لو سمحت، الله يطول عمرك. تفضل يا أخي. يعني واحد مقصر في هالدنيا هذه، والله سبحانه وتعالى من عليه بالهداية، وأصبح الآن إن شاء الله يعني نسأل الله يعني يتقبل منه ومن صالح الأعمال. آمين. بالنسبة للصلوات يعني كذا سنة هو ما يصلي. إيه. فيا ترى يعني الآن هو يعمل عمرات كثيرة. إيه. يصلي في الحرم، وتعرف فضيلتك يعني الصلاة في الحرم يعني 100,000 صلاة، صح؟ صحيح. فهل هذا يعني ينفع في شيء مثلا يعني من الصلوات كذا سنة ما صلاها؟ طيب، عارف قصدي طبعا. واضح، واضح السؤال. نعم، عطنا سؤالك الثاني. السؤال الثاني صلاة أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. إيه. قبل الصديق رضي الله عنها. إيه. قالت في الحديث يعني من صلى لله 12 ركعة في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة. إيه. نعم. طيب، أولا يعني ما درجة الحديث هذا؟ نعم. ثانيا، هل هذا يعني مطلوب من الدوام طول العمر، أو يعني مثلا مرة واحدة يصليها والله يبني له بيت؟ طيب. واجز الله خير عنه وعن الإسلام شيخنا. آمين، شكرا لأخي عبد الله، الله يحفظك شيخنا. مرحبا. الله يجزاك خير. تفضل أخوي أبو أيمن من عمان. أبو أيمن. نعم، تفضل معك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخنا، والله أنا بأسألك عن جوائز هذه من البيت. إيه. يعني لغير الفوائد طبعا، جوائز في حسابات يعني غير شو اسمه، تقول افتح حساب واحتفظ بكذا كذا 1,000 ريال، وتظهر السحب تطلع لك جائزة مثلا كذا كذا 1,000 ريال أو كذا شو اسمه ريال. إيه. هل هذه الجائزة يعني حلال؟
طيب. أو حرام. طيب طيب سؤال آخر. نفس الشيء يعني في هذه بعض الأدوات يعني يقول لك يعني أرسل اسم كذا واتصل بكذا تحصل جائزة يعني مبلغ كذا كذا يعني تدخل السحب. هذه وين هذه الثانية وين قنوات ولا البنك؟ قنوات أيوة قنوات نعم. إيه أرسل اسم إس ها؟ دا أقول لك أرسل يعني اسم كذا واتصل بالأرقام هذه وتدخل السحب وتطالق يعني تفوز بجائزة مبلغ كذا كذا يعني. طيب يا أبو أيمن. وبعد في يعني سؤال واحد لو سمحت. تفضل يا أخي. ما هو الفرق بين الزكاة والصدقة؟ طيب طيب شكرا جزيلا شيخ رحمة. مرحبا مرحبا. تفضل يا حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العلي القدير الذي سهل لنا هذا الاتصال ويسر لنا السؤال من حضرتك أن يجعلنا من الموحدين في جلاله فيظلنا في ظل يوم لا ظل إلا ظله. ولكن يا أخي فضيلة الشيخ عزيز دكتور عزيز ما عندي حظ لأنك سألت سؤالي قبل أسبوعين سألتك سؤالين ونسيت الجواب عليهما. كيف أنا نسيت ولا أنت؟ لا أنت نسيت يعني حضرتك. والله ما أدري كثرة الأسئلة أظن اسمك مش غريب ولا ما أدري والله ظاهر إني أجبت لكن ما هو السؤال تفضل أختي. كان عندي أخذ دورة شهرية مارسة قربة قبل معدل 3 أيام أو أكثر تأتي مرات تحتبه تحارة تصلي ومرات تختلف الأمر عليه فتعرف ما تعرف هي عدم استحابة فلا تصلي وتزداد الحالة عندها في رمضان فهي تصوم تلك الأيام وتقضيهم أي أيضا فهل عليها إثم عندما لا تصلي وماذا عليه أن تفعل؟ طيب إذا صلى المسلم صلاة الصبح وذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين الضحى كتب له عمره تامه هل يشترط ان يصلي في اول الوقت من الفجر اي بعد اذان مباشره ام يجوز له يصلي قبل طلوع الشمس من الساعات ثم يذكر الله تعالى؟ طيب يا اختي حنان تسمعين ان شاء الله الجواب. تفضل ابو مهند. ابو مهند تفضل. ابو مهند تفضل. أخي أبو عمر من كندا. أيوة تفضل يا أخي. يلا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. تفضل. أول سؤال أنا أروح على مصلى في صلاة الجماعة إيه؟ والمصلى ساعة لا تتجاوز 4-5 أو 6 مصلين ساعات 10. نعم. أيه أجر أروح على جامع في عدد كبير من الناس في صلاة الجمعة إلا المصلى؟ المصلى يبعد عني 20 دقيقة سواقة والجامع يبعد حوالي 25 دقيقة سواقة. نعم. السؤال الثاني الوالد فرغ باسمي شقة. نعم. وفي أخوتي وفي 2 خوات وفي 5 أخوات هل علي أنا بنت؟ طيب إيش السبب اللي أعطى إيش السبب اللي ميزك دونهم؟ اشتغلت مع الوالد أنت شيء؟ لا أنا على طول مع الوالد وأنا يعني أرعاهم وحيطهم عندي في بيتي وكذا. إيه. بس أنا ما سألته وأنا أشعر بالذنب يعني أنا على طول أقول له أسأله إنه يرجع الشقة لاسمه أو يرجعها عليهم كلهم. طيب طيب يا بام قل لي أنت أحق واحد فيهم. طيب الشغلة الثالثة كمان. نعم. الوالد فرغ قطع أرض لي أخوتي من غير البنات الاثنين. كيف إيش أحفظ أساميهم؟ سجل قطعة أرض بأسماءكم؟ هي قطعة أرض بس للأخوة حطب باسم واحد من أخوتي مشان يوزعها علينا. إيه؟ لأنه هي قطعة الأرض في بلد ثانية طبعا في سوريا. نعم. سوريا ما حد ينزلها. نعم نعم. وأنا أسألك أنه لازم أنا أقول للوالد أنه لازم يحط باسم البنات والأخوة. طيب يا بابا أبشر علاقته مع البنات مو كويسة.
أبشر يا أبو عمر، أبشر أبشر، تسمع الجواب إن شاء الله. مرحبا أبو مهند، تفضل أبو مهند. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. قصور بالقرآن يقول له علم غيب السماوات والأرض. نعم. ما مسني سوء ولا مسني يعني إيش العبارة بالعراق، صورة العراق تفسير شو هاي؟ عالم الغيب وش إيش عالم الغيب والشهادة؟ يعني صح. قل لا أعلم نعم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا. طيب 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 أبو مهند، تسمع الجواب إن شاء الله. معانا أبو مهند. طيب طيب أرجع للأسئلة. عندي الأخ عبد الله من العين بارك الله فيه، يقول بأن شخص يعني سبق وأنه قصر في هذه الدنيا وقد من الله جل وعلا عليه بالهداية وترك الصلوات سنوات طويلة، هل عليه أن يقضي الصلوات وهو الآن يكثر من العمرة، يذهب إلى العمرة كثيرا ويصلي في البيت الحرام هناك ويكثر من النوافل، ماذا عليه؟ يا أخ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لمن ترك الصلاة سنوات متعددة أو أشهر متعددة أو أشهر عديدة فليس عليه قضاؤها، هذا هو الصحيح من قولي أهل العلم أنه ما يقضيها، وإنما عليه أن يواظب من الآن بعد التوبة وأن يكثر من النوافل. وما يفعله هذا الرجل من ذهابه إلى العمرة ومن كثرة الصلاة هناك هو عين الحق الذي يفعله، ونسأل الله تعالى أن يتقبله، ونسأل الله تعالى أن يغفر له ما سلف وما كان من تفريطه في هذه الصلاة، فأخبره بأن ما يفعله هو الآن هو الحق والصواب، يكثر من النوافل من جهة الصلاة، يكثر من نوافل الصيام الاثنين والخميس، يكثر من العمرة، يكثر من الصدقة، كل هذا خير وبإذن الله كفارة لما سلف وكان. عبد الله في سؤاله الثاني يقول بالنسبة للحديث من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، يسأل عن صحة الحديث ويسأل أيضا عن هذه الصلوات، هل لابد على الدوام أو مرة واحد؟ أخي الفاضل، الحديث صحيح، الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وجاء تفصيلها في حديث آخر، ثنتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر وثنتان بعد الظهر وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء، والمقصود المواظبة عليه، ليس المقصود أن أفعلها مرة واحدة، لا، لأن جاء في بعض ألفاظ الحديث من واظب وتفيد كلها إيش المواظبة والاستمرار عليها، إلا لعذر كأن يكون مسافر مثلا، كأن يكون مريض، كأن يكون مثلا في أي عذر كان يجمع بين صلوات مثلا لظرف ما، ها، فإن هذا معذور فيه. أما إذا كان قادرا لا، فلا ينبغي أن لا يفرط في هذا الأجر وفي هذا الثواب العظيم. أبو أيمن من عمان يسأل عن جوائز البنك، يقول أحيانا بعض البنوك تقول لك افتح حساب عندنا وانتظر السحب ثم يعطونك بعض الهدايا. أخي الفاضل، بالنسبة لهذه القضية وهي قضية ما يسمى بفتح حساب ثم المسابقة عليه أو الدخول في سحب عليه، هذا نوع من أنواع الربا وصورة من صور الربا، ينبغي للمسلم أن يتقيها وأن يبتعد عنها وأن يفر منها. أبو أيمن يقول أحيانا بعض القنوات تقول لك ابعث اسم اس وابعث الاسم الفلاني وكذا سيأتيك الجائزة أو ستشارك في الجائزة. أخي الفاضل أبو أيمن، كل مسابقة مشتملة على غنم أو غرم فهي نوع من أنواع الميسر، كل مسابقة مشتملة على غنم أو غرم يعني تدخل فيها إما تكسب وإما تخسر، فهذا من هذا النوع بارك الله فيك، أيضا ابتعدوا عنه، ما ينبغي للمسلم أن يدخل في مثل هذه القضية، لأن هذا نوع من أنواع القمار، ولو صرفها في سبيل الله، تصدق على الفقراء، على المساكين، على بعض المرضى، على يعني بعض الناس يبذل يعني رسائل كثيرة جدا تصل عشرات، وكل رسالة لها سعر كذا وكذا، هذه لو أعطاها الفقراء والمساكين نفعته عند الله، وبعض المسابقات لا يعني لا ضر فيها ولا نفع، وقد يكون بعضها فيها يعني أشياء لا تليق ب يعني ليست من الأمور التي يكسب من ورائها الإنسان الأجر والثواب. أبو أيمن يسأل في سؤال الأخير من عمان طبعا، يقول ما هو الفرق بين الزكاة والصدقة؟ يا أخي الفاضل، الزكاة واجبة والصدقة نفل، الزكاة فرض والصدقة فضل، الزكاة ركن من أركان الإسلام والصدقة تطوع، ولذلك الزكاة لها
أموال خاصة ولها مقادير خاصة، فهي تجب في أربعة أنواع: في بهيمة الأنعام، وفي النقدين، وفي الخارج من الأرض، وفي عروض التجارة. في بهيمة الأنعام مثلا عندك النصاب الغنم 40، نصاب الإبل 5، نصاب البقر 30، وهكذا. بالنسبة للزرع له مقدار، بالنسبة للذهب والفضة أيضا له نصاب ويحول عليه الحول، وكذلك عروض التجارة. أما أيضا الأشخاص الذين يعطون للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخر الآية. أما الصدقة لأعم، الصدقة عامة، صدقة هي إعطاء المال للآخرين بنية الثواب والأجر، وهذه لا يشترط أن تعطى للفقير، ممكن تعطي إنسان مقتدر تتصدق عليه، ممكن تتصدق على كافر. أما الزكاة لا، ما تعطى للكافر، أما الصدقة ممكن أن تعطيها الكافر بارك الله فيك. والصدقة طبعا فضلها عظيم، الإنسان دائما يحرص على أن يتصدق يوميا، لأن من تصدق بمثل هذه الصورة، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة، الصدقة وزيارة المريض واتباع الجنائز، وكذلك يعني الصلح بين الاثنين، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم، فانتظروني. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الأخت حنان من العراق. يا أخت حنان، أظن، وأنا ما أريد أن أجزم بأنني أجبت على أسئلتك، وبالمناسبة أحيانا تتأخر الأسئلة إلى اليوم الثاني لكثرتها، لكن هناك أخت الفاضلة أو بعض الناس ما يتابع، هناك إعادة للبرنامج مرتين في اليوم ولله الحمد، وممكن أخونا المخرج مصطفى يظهر لنا على الشاشة عناوين الإعادة. بارك الله فيك يا أخت حنان، ومع ذلك سأجيبك. تقول بأن عندها أخت الدورة الشهرية عندها مضطربة، أحيانا تكون 3 أيام وأحيانا كذا، ومرات تصلي ومرات ما تعرف تصلي، عفوا مرات ما تصلي وأحيانا تصوم، يعني شيء من هذا، ما تدري حيض أم استحاض. يا أخت حنان بارك الله فيك، بالنسبة للدماء، دماء المرأة الطبيعية هذه، هي أما حيض أو استحاضة أو نفاس. النفاس معروف، يبقى عندنا الإشكال في الحيض والاستحاضة. الحيض دم معروف، وهو دم العادة الشهرية، وهو الدم الذي كتبه الله على بنات آدم، وهذا الدم له أوقات معروفة. وصحيح من أكثر الأمور التي تشكل عند الناس ما يتعلق في قضية اضطراب الدورة عند المرأة، وهو مشكل صحيح، لكن دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة. دم الحيض له أوصاف وله أمور، حتى لو خرج ونزل فإنه لا يتجلط مثل الدم العادي، يعني ممكن المرأة يعني تنظر في هذا الأمر إذا اضطربت عندها الأمور واضطربت عندها العادة، لا يتجلط لأنه أصلا كان متجلطا في الرحم، بخلاف الدم الاستحاضة فإنه إذا نزل فإنه يتجمد ويتجلط. والمقصود يا أختي الفاضلة هي تنظر في وقت عادتها، فإن نزل في وقت العادة حتى لو يوم واحد مثلا فإن هذا حيض، أما إذا نزل ثم عاد مرة ثانية فتنظر، فإن كان غير دم العادة، كان طبعا دم العادة أسود ثخين له رائحة كريهة ولا يتجلط ولا يتجمد، بخلاف دم الاستحاضة فتنظر. فإذا استطاعت أن تميز في الوقت وتميز في الدم فتعمل بالتمييز ولله الحمد، وإذا كان اضطرب عندها الأمور اضطربت فإن هذا يعتبر من دم الحيض لأنه هو الأصل، ثم تفطر في رمضان وتقضي وتترك الصلاة ولا تقضي. بارك الله فيك. حنان تقول: إذا صلى الإنسان الفجر ثم جلس يذكر الله جل وعلا، هل الركعتين يصليهما بعد طلوع الشمس حتى ينال أجر الحج وعمرة، أم يصليهما قبل طلوع الشمس؟ وتسأل عن يعني المقدار في ذلك. أختي الفاضلة، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وحسنه كثير من أهل العلم أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حج وعمرة تامتين. والمقصود أن هذه أن هاتين الركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها أيضا، ارتفاعها قيد رمح، يعني بعد 10 دقائق ربع ساعة من ارتفاعها، هذه تسمى ركعتي الإشراق. هل هي ركعتي الضحى أم لا؟ هذا خلاف طويل بين العلماء. من يصحح الحديث يقول لا، هذه واردة في الفضل التابع لهذا العمل الوارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صلاة الفجر وجلوسه
وقعوده بعد الصلاة حتى يذكر الله حتى تطلع الشمس. وبعض العلماء قالوا لا، هذه تابعة لصلاة الضحى، والصواب أنها مستقلة. ولذلك أخت الفاضلة ما تصلى قبل طلوع الشمس، لأن الإنسان إذا صلى الفجر ما يصلي بعد صلاة الفجر، هذا إلا لمن فاتته الصلاة أو فاتته مثلا ركعتي الفجر اللي هي السنة القبلية، ممكن يصلي ثم يذكر الله بعد ذلك. تأخيرها إلى 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 وقت الضحى أو تأخيرها إلى نصف النهار هذا محل نظر، لأن من العلماء من يرى بأن هذه مقيدة بالقعود، والإنسان اللي عنده أعمال عنده أشغال ما يمكن يقعد إلى 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 الظهر. بارك الله فيك. أبو عمر من كندا يسأل يقول بالنسبة لي يريد أن هو يذهب يصلي الجماعة أو صلاة الجمعة، يقول الجمعة أو الجماعة، لا يقول صلاة الجماعة، يقول أحيانا في أذهب إلى مصلى فيه 4-5 أشخاص إلى 10 أشخاص فقط، وهناك جامع فيه عدد كبير، الجامع يبعد عني مسافة 25 دقيقة والمصلى 20 دقيقة، أيهما أفضل؟ يا أخي أبو عمر لا، الأفضل الجامع، الأفضل أن تصلي بالجامع، والجامع المسجد له أحكام وله آداب وله يعني أشياء كثيرة، فهو أفضل من المصلى، وفرق 5 دقائق ما يضرك إن شاء الله. فأنا أقول لك بأنك تذهب إلى الجامع أفضل من صلاتك في هذا المصلى. يقول أبو عمر بأن الوالد يعني فرغ باسمه شقة ولم يعطي إخوته ولم يعطي أولاده الباقين من الذكور والإناث، يقول هل علي ذنب وأريد أن نرجع الشقة إلى الوالد والوالد يعني يرفض هذا الأمر؟ أخي الفاضل، جاء والد النعمان ابن بشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد نحله نحلة، يعني أعطاه هدية أو هبة، أعطاه شيء، فقال طبعا أم النعمان قالت لزوجها أشهد رسول الله، لأن ما كانت مطمئنة، فذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل لك أولاد غيره؟ قال نعم. قال كل أولادك أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثم رفض الرسول الشهادة، قال أشهد على هذا غيري، وفي لفظ لا تشهدني على جور، يعني على ظلم، فأنا أنصح والدك يا أبا عمر، وأنت جزاك الله خير وأحسنت، وهذا شيء طيب منك، وهذا يدل إن شاء الله على صدقك وعلى حرصك على الحلال. قل للوالد يا والد الشقة وصلت وجزاك الله خير وأدعو لك الليل والنهار، لكن أنا لا أرضى أن يسخط الله عليك أو أن تكون بين يدي الله ظالما لأولادك، حتى مهما بلغ من الأولاد، من أنت واضح أنك أفضل أولاد عنده وخدمته ورعيته وممكن يكافئك من هذا الباب، لكن هذا لا يسوغ أبدا أنه يجور في الهبة والهدية والعطية. قل له هذه الشقة خليها باسمك، وبعد عمر طويل إذا قدر الله شيء نقتسم هذه الشقة حتى يبقى الأولاد يدعون لك، حتى لا يكون في نفوسهم شيء تجاهك أنت يا أبو عمر، لأن سيحقدون عليك، ممكن سيكون في نفوسهم تجاهك شيء، فلما يرون العدل منك هذا ويرون هالسماحة منك ويرون هالطيبة منك إن شاء الله ستتأكد وتترسخ وتكرس المحبة في نفوسهم تجاهك، وهذا للوالد قبلك أنت، حتى يكون إن شاء الله يعني مأجورا عند الله سبحانه وتعالى. في قضية ثانية وهي قضية قطعة الأرض أيضا يا أخ أبا عمر، نفس القضية، وصي الوالد بأن يتق الله وبأن يعدل بين أولاده ولا يفرق بين الذكور والإناث، وهذه عادة جاهلية معروفة، كانوا يورثون الذكور ولا يورثون الإناث، كانوا يعطون الذكور ولا يعطون الإناث، فجاء الإسلام فرفع من شأن المرأة وأعلى من منزلتها وساواها في كثير من القضايا في مع الرجل، خاصة في مسألة العطايا والهبات والمواريث، أعطاها حقها الذي سلبته منه الجاهلية. قضية والله البنات قصروا معه، البنات مشغولات بأزواجهم، البنات كذا، هذا لا يسوغ أبدا له أن يمارس مثل هذا الأمر، خاصة وأنه يريد الأجر والثواب، إما أن يعطي الجميع وإما أن لا يعطي أحد، وتكون هذه تركة بعد طولة عمر يتقاسمها الأولاد على قسمة الله جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين. تفضل أختي محمد. جزيل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ مرحبا أختي. الله يرضى عليك شيخ. أنا جدي فترة يعني قبل فترة تمرضت بمرض، عافاني وعافاكم الله، فولدوني، كنت حامل وولدوني، يعني هي الطبيبة ولدتني، لأن الحمل إذا استمر عندي صار عندي ورم في الدماغ،
أثناء الولادة يعني النفاس ماتي يعني ظل مستمر 40 يوم، بس ظل ورا 40 يعني ما كنا متوقعين لا أنا ولا الأطباء، وظل مستمر عندي كذا شهر ما يقارب 4-5-6 شهور ظل عندي يعني دم مستمر. نعم. بس أنا ورا النفاس 40 يوم قمت أصلي. يعني بس ما أعرف يعني كانت الدورة معاها يعني مع هذه الخربطة الهرمونية اللي صارت عندي يعني، فكنت أصلي. يا ترى ما حكم هذا الشيء يعني؟ بس كان بأثناءها يعني هي الدورة مع الخربطة الهرمونية. طيب واضح. بس ما عرفت يعني شو وقت كانت الدورة وش وقت كان الخربطة وش وقت الاستحاضة، ما كنا نعرف يعني لا أنا ولا الأطباء بسبب المرض اللي يعني وقع بي. الحمد لله الله يعافيك. الله يخليك. فما حكم هذا الشيء؟ أبشر. وسؤال ثاني بلا زحمة عليك، الصدقة يصير الغير المسلم؟ طيب الله يرضى عليك يا مرحبا. واللي سوري يعني العفو. والسؤال الثالث اللي يتهاون يعني بصحته يعني هذا يعني إلا هماتين يعني حكم إنه مثلا رب العالمين يحاسبه، صح هو بلاء أو مرض من رب العالمين، بس اللي يتهاون بهذا الشيء يعني هماتين رب العالمين لأن هو خلق المرض الداء والدواء. لا هو أخت أم محمد كيف يتهاون يعني يترك ما يعالج نفسه؟ إيه ما يعالج نفسه. قصده متوكل على الله يقول يا رب، أما أنه مهمل إهمال؟ متوكلين على الله، بس الأمور تفاقمت يعني صارت الأمور خطرة وصارت يعني مضرة على صحتي، بس أنه تهاون ما أعرف تهاون أنه ماخذين الأمور أنه مرتبطيها بالحالة النفسية، ولا أنه يعني ما حد يثق أنه بهذا الشخص أنه لا مبالغ يعني أنه بالوجع مات، بس بعدين يكتشفون أنه لا هو مريض. وهذه ما حكم الشخص اللي يتهاون يعني بصحته؟ طيب يا أم محمد وضحت. أهلا وسهلا مرحبا. تفضل أخي أحمد. أحمد تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، كيف الحال؟ مرحبا مرحبا. يا مرحبا. أقول لك يا شيخنا، أسأل عن خبار حق الوالدين هذا للولد، كيف يعني حد عند والدين استأثر عنهم مضى سنتين ورادوا عنه يشوه والحال ما هم ساعدوا بيرجع كان في حقوقه؟ يعني قصدي حق الوالدين على الولد؟ لا أقول لك حق الولد على الوالدين، كيف الولد سافر برا ومضى سنتين وجلاها عن الوالدين وعاد الوالدين يدوه يجي وما سامح له وروح بيجي، كان في الحق ولا ما هو؟ ايه. طيب يا أحمد أبشر تسمع الجواب إن شاء الله. طيب أرجع إلى الأسئلة. طيب الأخ أبو مهند من العراق يسأل عن قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني إلا السوء. يا أخ الفاضل أبا مهند، هذه الآية نص عظيم على أن الغيب من خصائص الله جل وعلا، وأن الغيب لا أحد يطلع عليه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن من زعم أن أحدا من خلق الله يعلم الغيب فقد كفر بالله رب العالمين. ولذلك عز وجل وتقدس وعلا لا يطلع على الغيب إلا من شاء من عباده، إلا من شاء من رسول أو ملك. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بعلم الله، فالله عز وجل هو الذي ينزل عليه جبريل ويخبره بكذا ويخبره بكذا. جبريل لا يعلم الغيب إلا بإذن الله جل وعلا، فالله تعالى يخبره بذلك. ولذلك أي شخص يقول لك بأن فلان يعلم ما في الغد ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في كذا فهذا كفر بالله رب العالمين، لأن مما اختص الله جل وعلا نفسه به علم الغيب، علم ما غاب عنا، ما غاب عن الملائكة، ما هو وراء المشاهدة وراء المحسوسات، هذا كله لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ومن زعم خلاف ذلك فقد صادم القرآن، فقد ناقض القرآن. وما يزعمه بعض الجهل من أن يعلم الغيب هذا كله دجل، سحر وشعوذة وعرافة، نعوذ بالله من ذلك. الأخت أم محمد معنا وقت؟
طيب يا اخت ام محمد من العين اعتذر منك، والاخ ابو احمد من ابو ظبي غدا باذن الله تعالى استفتح البرنامج بالاجابه على اسئلتكم. اسال الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اشكر في نهايه هذا اللقاء الاستاذ المخرج مصطفى ضاضه وزميلي في لغات الاشاره الاستاذ صلاح عوده وجميع زملائي في الاستوديو، ولكم انتم ايضا الشكر والتقدير والدعاء، والى لقاء الغد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من